بطبيعه الحال الدليل ياتي في اطار سياق عام وهو مذكره التعاون او التفاهم هذا اللقاء هو لقاء بين وزارة العدل والدينيتي لتقديم دليل حول جريمة التعذيب بما يتضمن هذا الدليل من الجهات القضائية ومن القوانين ومن النصوص، واستنادا عليها سيتم إجراء تكوينات في هذا الموضوع، لأننا نعتبر أن هذه آفة العصر، جريمة التعذيب جريمة تمس بالسلامة البدنية والجسدية للأشخاص ولكرامتهم. لذلك هذا العمل هي الخطوة الأولى، ستلي خطوة أخرى وفق الاتفاقية التي تم توقيعها.